وهذا سائل يقول: أنا رجل غريب عن هذا البلد، وقد حدث لي أن كنت في ناحية منها وصليت إلى غير القبلة، فما الحكم؟ تعيد الصلاة لأنك في البلد ما لك عذر. كان الواجب أنك خرجت وسألت وشفت محاريب المساجد، ما فيه اجتهاد في البلد، بل عليك أنك تسأل الناس أو تشوف المحاريب، محاريب المساجد. أنت قصرت في هذا فتعيد الصلاة التي صليتها إلى غير القبلة لأنك غير معذور. نعم.